تتواصل امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظات الجمهورية. في مطروح تفقد المحافظ خالد شعيب سير العملية الامتحانية، وذلك بمدارس السيد عائشة الإعدادية بنات ووادي ماجد الإعدادية بنين. خلال الجولة أكد شعيب أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا. تفقد بعض المدارس وبعض اللجان للاطمئنان على ابنائنا وبناتنا، والنهارده عندهم امتحان في ماده اللغه الانجليزيه وماده الدين. يعني الحمد لله راضيين على بعض اللجان، اطمنا على ابنائنا وبناتنا، اطمنا منهم ان الامتحان الحمد لله كويس، ما فيش فيه حاجه خارجه عن المنهج، في مستوى الطالب متوسط، وما فيش اي شكوى حتى الان من الاختبارات والامتحانات. نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. ان كان عندنا في مطروح هنا ما يقرب من 109 لجنة بعدد 11700 طالب وطالبة، تمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله.